الكاتبة والمفكرة الإسلامية الدكتورة عائشة عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ، هي أول امرأة تحاضر بالأزهر الشريف ومن أوائل الكاتبات في الصحافة المصرية، وهي أول امرأة عربية تنال جائزة الملك فيصل في الآداب والدراسات الإسلامية. تركت وراءها ما يقرب من 40 كتاباً في الدراسات الفقهية والإسلامية والأدبية والتاريخية. ولدت بنت الشاطئ عام 1913 بمحافظة دمياط، ونشأت في بيت علم ودين، حيث كان والدها يعمل مدرساً بالمعهد الديني بدمياط. تتلمذت بنت الشاطئ على يد أساتذة بقرية بالمنوفية، وأكملت تعليمها بالمنزل لرفض والدها إرسالها إلى المدرسة حرصاً على تقاليد الأسرة والمجتمع، حتى ظهر تفوقها على قريناتها بالمدرسة. أن والدي وهبني العلوم العربية، الإسلام والعربية واحد لا ينفصلان. ظروفي الخاصة كانت صعبة جداً جداً، لأن في جيلي بنات العلماء لا يخرجن إلى المدارس. استطاعت بنت الشاطئ مواجهة تحديات التعليم، وتخرجت من جامعة القاهرة من كلية الآداب بقسم اللغة العربية، ثم نالت درجة الماجستير ثم الدكتوراه. وناقش رسالتها عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. لما وصلت الجامعة أدركت أننا كل خطوة كانت تدفع هذا الجيل، يدفع أسميه جيل الشهيدات. اختارت بنت الشاطئ هذا الاسم لتنشر به مقالاتها بجريدة الأهرام، نظراً لشدة محافظة أسرتها، ويرجع اختيارها للاسم إشارة لطفولتها ولهوها على شاطئ النيل بدمياط، وظلت تكتب في جريدة الأهرام أسبوعياً حتى وفاتها عام 1998، وودعتها مصر في جنازة مهيبة، وأقامت وزارة الأوقاف المغربية سرادق لتقبل العزاء في لفتة تعكس مكانة بنت الشاطئ من الخليج إلى المحيط. بنت الشاطئ المفكرة والناقدة الإسلامية. مريم الشاذلي، لتلفزيون الجامعة الأمريكية بالقاهرة.